وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها المشتاق إنها ليست جنة ولكنها جنان. هيا على جنة عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها الجنة. عجبا عجبا كيف نام طالبها وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها. الجنة. يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه. فبينما هم كذلك انقطع لهم نور أشرقته الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلوني هذا يوم المديد أن ربنا أرنا وجهك ننظر إليه فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيخشاهم من نوره ما لو أنه تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا. أقول بمثل هذا فليعمل العامل. ألا هل من مشمر من جنة هي رب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سعيكم مشكورا إذ صبرتم على طاعتي. سعيكم مشكورا إذ صبرتم على معصيتي. سعيكم مشكورا إذ صبرتم على الأذى في سبيلي.